الحقيقة امبارح الساعة 11 وربع بعد نهاية الحلقة بفترة فجعنا بخبر انتقال نيافة الحبر الجليل مثلث الطوبة والرحمات البار القديس الأنبا كراس الأسقف العام للمحلة الكبرى إلى السماء. الحقيقة إنه يعني أنا شخصياً الخبر ده هزني، لأنه في ناس يعني عايز أقول إيه، كورونا دي ليها قدرة غريبة قوي على إنها تخضك على حبايبك. يعني كلنا بتعامل معاها لأنها جات لناس وتعبت شوية، جات لناس وما تعبتش خالص وعدت، وجات لناس وتوفت كان عندهم ظروف صحية صعبة، لكن ناس أمورهم مستقرة صحيا. ناس قريبة مني حصل معاها كده، زي أستاذ ماهر لبيب مثلا الله ينيح نفسه، زي أباء كهنة كتير وبعض الأباء الأسقفة، لكن زي ما تخضينا ساعة أنبا هيدرا، لكن ساعة أنبا كراس فزعنا، لأنه أنا شخصيا ما كنتش أعرف أنبا كراس خالص. من حوالي سنة وشوية كده كان ليه فيديو شهير جدا عن العطاء، كان بيقول فيه إدوا على قد ما تقدروا، إدوا الفقراء دول هم اللي هيودونا السماء. كان فيديو رائع ولف الدنيا كلها، والحقيقة قلت الله مين الأب الجميل دوت، أنا نفسي أتشرف. عادة لما بيبقى في مثلا لقاء أو ندوة أو حاجة يعني في مكان، أقول لهم ممكن أخد بركة سيدنا المسؤول عن المكان ونبقى بنستأذن من صاحب البيت، وكتير قوي من الأباء الحقيقة محبتهم كبيرة وبيسمحوا لي لو هم موجودين فعلا أن أنا أشوفهم وأخد بركتهم وأتعلم منهم. ما جاتش فرصة أروح في حتة في المحلة، ولما شفت الفيديو ده حاولت أجيب نمرة أنبا كراس، جبتها بسرعة جدا درجة ما كنتش مصدق إنها رقم الشخصي، وده يدل على بساطة الرجل، ودي كلمة من الكلمات اللي اتقالت في نعي قداسة البابا، إنك تقدر توصل لتليفونه بسهولة. بس حاولت أكلمه معرفتش، وحتى بعت له قلت له أنا فلان، ولكن امبارح أدركت أو يمكن النهاردة أدركت إن هو كان يعني يباعد تماما ما بينه وما بين القنوات وما بين الإعلام وما بين الشهرة وما بين لمة الناس. وبعدها حاولت أتصل كذا مرة، قلت يعني مثلا سجل الرقم، بس مرة دي ما جاتش فرصة، ما قدرتش أوصل له خالص. ومن شهر تقريبا شفت فيديو تاني حلو قوي قوي، وفيديوهاته قصيرة وجميلة، وزي بالظبط ما قالوا في ميسات لما كتبوا الخبر ونزلوا يمكن الصبح بدري جزء من عظة ليه، وكتبوا انه هذا الرجل كانت دايما عينه على السماء، وعشان كده عظاته كانت بتاخدنا معاه نبص على السماء. فعلا عجبني قوي الفيديو، بعت له قال لي مين معايا، قلت له واحد من الاحباء، قال لي ما الحبايب كتير، ده كل ده كتابه. فلما قلت له انا مين برضو ما، وأنا احترمت الرغبة ديت، وكنت متخيل الأنبا كراس ده يعني هنستفيد بمحبته وعظاته وخبراته الروحية العالية، 68 سنة في خدمة ربنا، منهم 38 سنة في الرهبنة، 8 سنين أسقف عام للمحلة الكبرى، وأعتقد قبلها خدم فترة طويلة في قوس ونقادة كيمكن وكيل مطرانية أو ما شابه، هنعرف يعني التفاصيل، لكن الحقيقة خبر انتقاله كان مفزع. اللي احنا عارفينه واللي تأكدنا منه انه بكرة ان شاء الله سيدنا البابا هيصلي بنفسه، هيجي من وادي النطون عشان يصلي الساعة 12 الظهر في الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية على سيدنا أنبا كراس. واللي احنا متأكدين منه تماما وجود أنبا كراس في حضن المسيح في السماء يصلي عنا أمام عرش النبي.